السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتحدث في هذا الفيديو عن الترويج الإلكتروني. ما زلنا نتحدث في المزيج التسويق الإلكتروني ونتحدثنا عن المنتج وتحدثنا عن التسعير. اليوم نتحدث عن الترويج. إذن الترويج هو عنصر من عناصر المزيج التسويقي والذي فيه يتم الترويج للمبيعات ويتم عمل حملات دعائية لكي تصل الرسالة إلى المستهلك. ما هي المنتج الذي نقدمه وكيف تستفيد منه وما هي الخدمات التي نتميز بها عن غيرنا من المنافسين وكيف نلبي حاجاتك ورغباتك في هذا المنتج الذي نقدمه لك بسعر مغر لك يلبي حاجاتك ورغباتك. نبدأ الآن مع هذه المقدمة. يعتبر الترويج الإلكتروني من أهم سمات العصر الحديث، فقد أصبح الترويج باستخدام البريد الإلكتروني والمواقع الاجتماعية ومحركات البحث والأجهزة الذكية والتقنيات اللاسلكية ضرورة لا يمكن تجاوزها. في السابق كان الترويج عن طريق اللي هو الإذاعات المحلية، الراديو، عن طريق التلفزيون، لكن اليوم توسع مفهوم الترويج وأصبح الوصول للمستهلك بطرق مختلفة إلكترونية، عن طريق اللوحات والشاشات الذكية في الشوارع مثلا، أصبح عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي بإمكانه أن يعمل إعلانا ممولا، أو عن طريق صفحاته أو مواقع إلكترونية أو ترويج إلكترونية لهذا المنتج. إذن تعددت الطرق للوصول إلى هؤلاء المستهلكين وهم في بيوتهم. لم يقتصر الأمر على خروج المستهلك إلى المحال التجارية والشوارع، إنما وصل الإعلان إلى داخل البيت لتحقيق النجاح في عمليات التسويق لمختلف السلع والخدمات. إنه أنا بدي أحقق نجاح، إنه أنا كيف أسوق هذه المنتجات وأحقق مبيعات من للسلع والخدمات. وكذلك الأفكار والأشخاص والأماكن. التسويق لا يشتمل فقط على السلع والخدمات، إنما أعمل على تسويق الأفكار والمبادئ والقيم وغيرها، وكذلك أعمل تسويق للأشخاص وللأماكن السياحية والدينية وغيرها. الحالة الدراسية الآتية توضح مراحل دورة الترويج الإلكتروني. حالة دراسية 1. تلتقي الطالبة كارميل بالكثير من السائحين الأجانب بحكم امتلاك والدها لمطعم يقدم المأكولات البحرية. لاحظت أن بعض هؤلاء السائحين لا يعرفون حقيقة القضية الفلسطينية، وتشاورت مع بعض صديقاتها حول كيفية توصيل حقيقة عدالة هذه القضية للغرب، فقررنا توصيل رسالة للعالم حول حق فلسطين في التحرر من الاحتلال الصهيوني والعيش بحرية وكرامة كباقي الدول والذي كفلته المواثيق والمعاهدات الدولية. ولتحقيق ذلك قمنا بإنشاء مدونة إلكترونية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان Free Palestine 48 حتى 67، حيث بدأنا بالترويج للقضية الفلسطينية من خلال نشر صور ومقاطع فيديو وشهادات وقصص لمعاناة الفلسطينيين اليومية الناتجة عن ممارسات الاحتلال الصهيوني كالقتل والتدمير والحصار والاعتقال ومصادرة الأراضي. ولتوصيل هذه الرسالة بدأنا بدعوة الفلسطينيين ممن يسكنون في الغرب للانضمام إلى هذه الصفحة، وبعد 6 أشهر من إطلاق الصفحة تجاوز عدد أصدقاء الصفحة 10,000 صديق، في حين بلغ متوسط عدد الزوار للصفحة 150,000 مشاهدة، مما اعتبرناه مؤشر في نجاح هذه الحالة. المطلوب بعد قراءة هذه الحالة الدراسية أجب عن التساؤلات الآتية: أين تمثلت الحاجة للترويج الإلكتروني في الحالة؟ عندما لاحظت كارميل عدم معرفة السائحين بحقيقة القضية الفلسطينية، توجب علينا أن نعمل هناك ترويج وعمل حملات دعائية للاعتراف بحقية فلسطينيين في هذه الأرض، ومعرفة ما هي القضية الفلسطينية وما هي حقوق الفلسطينيين وما هي الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال الصهيوني ضد الفلسطينيين. ما الرسالة الترويجية التي صاغتها الطالبة كرمل وزميلاتها؟ حق فلسطين في التحرر من الاحتلال الصهيوني والعيش بحرية وكرامة كباقي الدول. هذه الرسالة التي صاغتها كرمل في الترويج عبر الصفحة الإلكترونية. ما السوق المستهدف في الحالة؟ الأجانب في الغرب. لماذا اختارت الطالبة كرمل موقع التواصل الاجتماعي كأداة للترويج الإلكتروني؟ لأنها تعتبر من أكثر وسائل الترويج انتشارا وارتيادا من أفراد المجتمع. اليوم الكل بيستخدم وسائل التواصل الاجتماعي. سهولة نشر الصور، أصبح بإمكاننا سهلة نشر الصور ومقاطع الفيديو وشهادات وقصص لمعاناة الفلسطينيين اليومية الناتجة عن ممارسة الاحتلال الصهيوني كالقتل والتدمير والحصار والاعتقال ومصادرة الأراضي.
السؤال الخامس، كيف تقيم نتائج الحملة الترويجية التي أطلقتها الطالبة كرمل؟ إنه أنا بقيمها ناجحة. لماذا أقيمها ناجحة؟ لأنه تجاوز عدد أصدقاء الصفحة 10,000 صديق بعد 6 أشهر من انطلاق الصفحة، في حين بلغ متوسط عدد زوار الصفحة 150,000 مشاهدة، مما يعتبر مؤشر على نجاح هذه الحملة. اليوم بدي أعرف كم أنا ناجح في هذه الحملة ولا لا، بتطلع كم عدد المشاهدات، كم عدد التعليقات، كم الناس اللي دخلوا وانتموا للموقع واشتركوا في هذا الموقع، هذا دليل على النجاح في هذا العمل. الآن إلى السؤال السادس، انظر الشكل الآتي ثم رتب مراحل دورة الترويج الإلكتروني بوضع رقم المرحلة في المربع. نبدأ مع تقييم الحاجة إلى الترويج. أنا ليش بدي أعمل ترويج؟ لأنه أنا محتاج أني أوصل هذا المنتج إلى أكبر عدد من الزبائن. 2. تحديد السوق المستهدف. أنا قررت أنه أنا بدي أروج، لكن وين بدي أروج؟ مين الفئة المستهدف؟ حتى اليوم الإعلان الممول، لما بدك تيجي تعمل إعلان ممول عن طريق الفيس مثلا أو عن طريق أي موقع، ما هي المنطقة الجغرافية اللي أنا بدي أستهدف فيها هذا الإعلان؟ هو بيحدد لك اليوم على الإنترنت ما هي المنطقة الجغرافية اللي أنت بدك تستهدف فيها هذا الإعلان، يعني هذا الإعلان وين بده يظهر، في أي مناطق جغرافية من العالم. الثالثة، صياغة الرسالة الترويجية. ما هي الرسالة؟ اليوم دائما بيحبذوا في الرسالة الترويجية انها تكون مقطع فيديو قصير بيعبر عن المنتج واهميته واللي هو تفاصيل كاملة عن المنتج، يفضل يكون مقطع فيديو. واليوم لو بدك تستخدم صورة في الترويج يفضل انه يكون نسبة الكتابة فيها 10% والباقي صور، لانه الصور هي اللي بتلفت انتباه المستهلك. تحديد ادوات الترويج. انا ايش الادوات اللي انا بدي استخدمها في عملية الترويج؟ فيديو مثلا، صور، مواقع التواصل الاجتماعي، ايش الادوات اللي انا بدي استخدمها في عملية الترويج. ننتقل الآن بعدها إلى إطلاق الحملة الترويجية. بعد ما حددت هذه الأشياء بعمل إطلاق للحملة الترويجية، ومن ثم بقيم نتائج الترويج على حجم كم النتائج اللي أنا توصلت إليها من وراء عملية الترويج. هل أنا حققت نجاحات؟ هل زاد حجم المبيعات مثلا خلال فترة الترويج؟ السؤال السابع، اقترح أدوات إلكترونية أخرى يمكن استخدامها للترويج للقضية الفلسطينية. وضع لافتات إلكترونية تتضمن مشاهد وعبارات تعبر عن حقوق الشعب الفلسطيني بالقرب من المواقع السياحية. استخدام الخرائط الإلكترونية لعرض خارطة فلسطين وإبراز المواقع التي حصلت فيها الانتهاكات والمجازر بحق الشعب الفلسطيني. نلاحظ من الحالة السابقة أن دورة الترويج الإلكتروني تمر بست مراحل يجب تنفيذها بشكل متسلسل من لحظة انطلاقها وحتى قياس أثرها. يعني من لحظة انطلاق حملة الترويج حتى قياس أثرها لازم أعرف هل هي حققت نجاح أم لا. وتبدأ هذه الدورة بتقييم الحاجة إلى الترويج، هل أنا فعلا محتاج إلى الترويج أم لا؟ ومن ثم تحديد السوق المستهدف، ويليها صياغة الرسالة الترويجية. أنا حددت السوق المستهدف، وبعدين عملت الرسالة الترويجية اللي أنا بدي أوصلها، وبعدين بدي أحدد الأدوات اللي أنا بدي أستخدمها في الترويج وفي إطلاق الحملة الترويجية، وأخيرا تقييم النتائج. لذلك اليوم الإعلان يتزامن في السير مع عملية الإنتاج خطان متوازيان. لماذا؟ لأنه اليوم الإعلان دائما الناس بتدور مين السلع اللي عليها انت عليها إعلانات. يعني لو انت في السوق بدك تختار سلعة بتدور السلعة اللي لها إعلانات. كل مكان في ترويج كل مكان في تحقيق مبيعات. يوم ما بيتوقف الترويج وبتوقف الدعاية والإعلان للمنتج اعرف انه انت بديت في تراجع او في ثبات لحجم المبيعات. ننتقل الآن الى فقرة ادوات الترويج الإلكتروني. تتعدد ادوات الترويج الإلكتروني التي تستخدمها المنشأة لتوصيل رسائلها التسويقية الى المستهلكين المتوقعين، والتي تهدف من خلالها الى اقناعهم بالاستجابة لما يروج له، والنشاط الآتي يوضح ذلك. اذا هناك العديد من الادوات، العديد من الأساليب التي يمكن بإمكانها أن نروج لهذه السلع أو الخدمات أو الأفكار. نشاط 5، أدوات الترويج الإلكتروني. يحتوي الجدول الآتي على بعض أدوات الترويج الإلكتروني وطريقة عملها. المطلوب وضع رقم طريقة العمل أمام أداة الترويج المناسبة. لاحظنا هذا الشكل، أداة الترويج الإلكتروني وطريقة عملها. نبدأ مع التسويق بالبريد الإلكتروني. يتم إرسال النصوص والصور والأشكال التسويقية بسرعة عالية وبشكل مباشر وفي جميع الأوقات وبدون استخدام للأوراق إلى عدد كبير من الزبائن. يحرص الكثير من المواقع الإلكترونية على عمل تسجيل مجاني للمستخدمين ويطلب منك البريد الإلكتروني. هو إيش استفاد لما أخذ منك البريد الإلكتروني أو رقم الجوال؟ هو صار كل ما بينزل رسالة ترويجية، كل ما بينزل منتج جديد بيرسل لك إياه عبر البريد الإلكتروني وبيعمل
عمل ترويج هيك استفاد انه اخذ رقم حقيقي، ايميل حقيقي لاشخاص حقيقيين قدر يوصل لهؤلاء المستهلكين. التسويق بمحركات البحث، عرض موقع المنشأ الإلكتروني في أعلى صفحات نتائج محركات البحث مما سيؤدي إلى زيادة عدد الزوار لموقع المنشأ. كل ما كان هناك عدد زيارات أكثر، كل ما كان الكلمات الدالة للموقع الإلكتروني في كلمات دالة في مواقع البحث الإلكتروني، كل ما كان نصيبه في اللي هو الظهور عند البحث عن هذه المنتجات يكون ظهور كبير، وكل ما ظهر بكثرة كل ما زادت حجم المشاهدات عليه. 3. نتكلم الآن عن الإعلان بالهاتف المحمول. تنشر رسائل تسويقية قصيرة باستخدام إحدى شبكات الهواتف المحمولة، حيث أنها تصل إلى عدد كبير من المستهلكين في أوقات وأماكن محددة من المسوق. اليوم في أرقام جوالات بإمكان الإنسان يستفيد من هذه الأرقام الجوالات، الداتا اللي إحنا ممكن نأخذها من شركة الاتصالات أو من اللي هو الزبائن أو الناس اللي بفوتوا عندي على المحل، بإمكاني أخذ أرقام جوالاتهم، أدون أرقام جوالاتهم وأصير أبعث لهم رسائل ترويجية وأقول اللي بيكتب رقم جواله بيحصل على سحب أو على قيمة أو هدية وما شابه ذلك. أنا بكون استفدت من رقم مجاني، هذا الرقم أنا بقدر أعمل عليه عملية ترويج من الناس اللي بفوتوا عندي، أو أستطيع أن أشتري من شبكات التسويق الاجتماعي التي هي متخصصة في التزويد بالأرقام، هذه الأرقام. التسويق بالوسائط الاجتماعية، إنشاء محتوى تسويقي يجذب انتباه القراء ويشجعهم على مشاركته على الشبكات الاجتماعية من أجل الوصول إلى المستهلكين بطريقة تلقائية واستخدامهم للترويج للمنشأة. هنا استخدمنا الوسائط الاجتماعية ومواقع التواصل الاجتماعي، فتتعدد هنا كثرة الوصول إلى هؤلاء المستهلكين عبر هذه المنصة. بالإضافة إلى أدوات الترويج الإلكتروني الواردة في النشاط السابق، فقد تستخدم المنشآت أدوات أخرى مثل مراجعات الزبائن والمتمثلة بتقييمات الزبائن للمنتجات والتي يدونونها في مواقع التسويق الإلكتروني. هذه مراجعات الزبائن أنا بستفيد منها في تطوير المنتج وفي الوصول إلى هؤلاء المستهلكين. التسويق بالخرائط الإلكترونية والمتمثل بإدراج موقع المنشأ على الخرائط الإلكترونية. اليوم أنا عندي خرائط موجودة على شبكة الإنترنت، بإمكاني أن أوصل إليها وأضع النقاط اللي هو المكان تاعي كمنشأة، أحطه على الخريطة على موقع جوجل مثلا من خلال التسجيل في الموقع الإلكتروني ليظهر الموقع الجغرافي المحدد للمنشأ على الخريطة، مما يجعلها في قائمة الخيارات الأولى للمستهلكين أنه هنا في منتج ببيع هذا الصنف وبيع هذه السلعة، فبالتالي بيسهل على المنتجين المستهلكين الوصول لهذه السلعة. في الختام نشكركم على كرم المتابعة ونسأل الله العلي العظيم لنا ولكم دوام التوفيق والنجاح.